قالت تايوان إنها رصدت نشاطاً لطائرات وسفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة السبت الماضي. وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تحليق مقاتلات وطائرات إنذار مبكر في المجال الجوي بشمال ووسط وجنوب غرب تايوان، مضيفة أن 10 طائرات عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه، ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية دوريات للاستعداد القتالي المشترك، حيث تأتي هذه الأنشطة العسكرية لبكين قبل 3 أسابيع من الانتخابات التايوانية.